فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأيت فرجة أمامي في الصف، فهل يجوز أن أتقدم وأسدها علما بأنني سوف أحدث فرجة في صفي الذي تقدمت منه؟ نعم، تقدم، لأن الصف الأمامي أفضل من الصف الخلفي، فأنت تتقدم لأمرين: لسد الفرجة ولتحصيل الفضيلة في الصف المتقدم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.